أو الوجه القبيح لكرة القدم يطلع عندما يعني تفقد الروح الرياضية، وهذا الشيء اللي ما نتمناه وإن شاء الله ما هو موجود في ملاعبنا المحلية. استلام بتشديد، يا الله، غملوش 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 حسين غملوش في تسديده مفاجئة. الكاميرا تستاهل قبلة، تستاهل من حسين غملوش بصاحب التسديدة اليسارية الصاعقة لحارس المرمى فواز الدوسري. أول أهداف المباراة من حسين غملوش، فاجأ الجميع، فاجأ الجميع وفاجأنا معاه. شوفها مرة ثانية، الرأسية، استلام، يا الله، من 30 ياردة، أقل شوي، 28 ياردة. مفاجئة مفاجئة، وضعية الجسم ما كانت مناسبة، ولكن حسين غملوش بالوضع الصعب يضع الكرة على يسار حارس المرمى فواز الدوسري في أول أهداف المباراة. هدف جميل جدا من حسين غملوش، حسين غملوش في أول